اسم الله. ربنا اجعلنا قوارب نجاة يا رب الأرض والسماوات، وجعلناهم أي قدرنا لهم أئمة، يعني هم القادة الموفقين عليهم الصلاة والتسليم، يهدون بأمرنا، يعني أمر ربي أن يكون الأنبياء عليهم السلام رسل الكرام عليهم السلام يكونوا من الهداة الهادين، يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إيش تحب أكثر من هذا؟ استقامة، إقام الصلاة، من خير العابدين. وهذا مجر قال وأوحينا إليهم، أي دائما عندهم أمر إلهي متواصل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ما عمر ما تشاروا بفعل مشؤوم، فعل ظلم أو عدوان أو كذب أو تضليل. والسلام.